أهلا بكم. فلنسمع المقال التونسيون، هل يرجع بوجاح لمنتخب الجزائري في كاس كوت ديفوار؟ نادي أوروبي كبير يطلب خدمات عطال بعد توقيفه من نادي نيس الفرنسي. أخبار صار الكوتش بالماضي قبل كاس كوت ديفوار تأتي من فرنسا. الفاف تتصل رسميا بأمين المزداني لاعب منتخب الأولمبي المغربي. خلينا نقولوا كابتن القطعة التي تنقص ممكن هجوم المنتخب الجزائري بغداد بونجاح اللي قاعد يسجل في الدوري القطري صحيح، لكن بيرفورمان ويسجل ومنتظم في الفترة الأخيرة. والله هذا يرجع للديسيجن فينال المدرب الماضي، ولو أنا ما نظنش انه بغداد بونجاح يرجع المنتخب مع سليماني ومع الارمندات تاع لي ميلو دو تيران اوفنسيف سي سي ان بو ديفيسيل. هو مهاجم عاد، هو مهاجم كابتن مع سليماني عاد اسمع ما تقصش عليه. تفضل يا كابتن. انت كي تو الكره شكون يمركي؟ شكون الناس كل تجي من تالي وتمركي سوليد مي معناها بون كل واحد كيفاش، اما الكره اللي يقولوا هما الكره العصريه او الكره المودرن شوفوها مليح وتبعوا ريال مدريد وتبعوا برشلونه شوفوا شكون اللي يخلق في اللعب واللي يسجل. يعني ما يستحقش برشا مهاجم تقصد انت؟ مش مهاجم، فما اسمع راهو كلمه راهو اسمع فما لا شو يقولوا لغط كبير بين مهاجم وبين مدافع. شو يا سي امين نحكي على بونتا يا محمد؟ انا بونتا يا راجل هيك الكره بونتا هي بونتا يقعد واقف فهمتي معناها تو اسمه تاع انا بنزيما بنزيما يطلع ولي ريليوري ولي ستيل اخر كاب ولي جرد استاسيون بعدش يجي بعدش يجي من تالي ستيل اخر سي ماني سي اوتر شوز والله كنت شقول انت تاك نسيتك انا كابتن. لا ما كابتن هو انت قلت لي سؤال. شوف كابتن فما في ديما في الجزائر فما عدم رضا وغضب على سليماني، ممكن معناها في ظل تألق بغداد بونجاح انه يرجع انه عنده بلاصه مع المنتخب. شو تنجم تتألق ولكن ليكيب ناسيونال مش كيما النادي. ليكيب ناسيونال عنده ان جروب سي فيني بوتيتر لا في سون جروب في الاخر مازالوا تو 3-4 شهر اذا فما بليسير كالكو بار يجبدوا من ليست داتونت. ولو انه عنده تاريخه معناها في المنتخب الجزائري. اسمع التاريخ فيه تاريخ شوف التاريخ واحد يلعب تاريخه. محمد شوف ديبيوت سيزون ما كانش باهي معناها نتاع بغداد بونجاح وجاته الاصابه اللي تعبته شويه معناها هو تضرب برشا بالضبط تضرب ضربه صغيره وقعد بابسونت 3 سيمين ومن بعد كي رجع ما رجعش اون فورم ديجا حتى فما مقابلات في البطوله القطريه شفناها على البنك لكن البارح كان ماتش معناها اخر فرصه للسد والفيصلي بحكم واحده عندها صفر واحده عندها نقطه البارح شفناه اون سوبر فورم حتى معناها سي لو بلون فيزيك عمل ماتش كبير برشا شفناه معناها البونتوات يماركيهم معناها بونتوات اكسبسيونيل واحد بالراس زوز بالساق بالماضي في اخر طرب سالوه على بونجاح قال لهم غايب لداعي الاصابه انا حسب رايي انا الشخصي باش يكون موجود في الليسته الاخرانيه نتاع بالماضي خاطر البريود اللي كان غايب فيها ما كانش فما توفيق كبير في المهاجمين تاع المنتخب الجزائري كي رجع المره اللي فاتت سجل ضد النيجر الذهاب وياه نتصور هو وسليماني وغويري باش يكونوا هما اللي تروز اتاكوم تاع الجزائر في كوب دافريقيا في كاس افريقيا الامم. انت تفكرت على مهاجم مهاجم لارير لوسكي ريكوبير لا بال اون بوزيسيون ديفونسيف ويدور ويتجه نحوه هذا برينسيب برينسيب لي فوندامونتو لي فوندامونتو كي انت توي معني بعيد على 90 متر وخذيت الكره ودرت واتجهت نحو الامام فير لافون تو اتاك دونك تو ان افون تو ان اتاكون مي من الارير معني احنا قعدنا بك اللغه هذيك فما ناس تدافع وناس تفك وناس تمرق هو كل عصري الناس كل تدافع وناس كل تهجم نحكي على راس حربه كابتن نحكي على راس الحربه البونت اي راس الحرب شكون يعطيه الكره؟ راس الحرب يعطيه الجوارات اللي وراه بالماضي تلقى اخبارا صار من فرنسا. سيكون المنتخب الوطني الجزائري امام تحديات كثيره خلال اشهر قليله مقبله والبدايه بانطلاق تصفيات كاس العالم 2026 المقرر شهر نوفمبر المقبل وبعدها بطوله امم افريقيا 2023 بكوت ديفوار مطلع العام المقبل إذ يواصل الناخب الوطني بالماضي التحضير لهذه الموعد وكله أمل أن يكون التعداد مكتملا وقد تلقى مؤخرا إشارة إيجابية فيما يتعلق بعودة أحد أسلحته وهو نبيل بن طالب
العائد مؤخرا إلى أجواء المنافسة من بوابة نادي ليل الفرنسي، ويتابع الكوتش بالماضي جميع اللاعبين حسب ما أكده خلال تصريحاته الأخيرة على هامش 14 أكتوبر، وذلك ضمن التحضيرات للاستحقاقات المقبلة خاصة فيما يتعلق بنهائيات كان، وهذا بعد تيقنه بضرورة الاعتماد على جميع التعداد واللاعبين الأكثر جاهزية، خاصة وأن نقصا في التشكيلة ظهر بعدة خطوط وأبرزها وسط الميدان، إذ عاد مؤخرا نبيل بطالب للمشاركة مع ناديه الفرنسي معلنا تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الميادين لفترة، حيث دخل أساسيا أمام براست لحساب الجولة 9 من الدوري الفرنسي، وهو ما أراح كثيرا كوتش بالماضي الذي عبر عن سعادته لمقربيه بعودة من طالب، في إشارة واضحة بأنه من العناصر المهمة في مخططاته تحسبا للمواعيد المقبلة، ورغم أن نبيل بن طالب ترك مكانه في الدقيقة 67 بسبب الإصابة في الأنف، غير أن ذلك لا يدعو للقلق ولن يؤثر على مشاركته في اللقاءات المقبلة لناديه ليل وكذلك جزيزة تربص الخضر القادم. المتعثرة بعد التأخر في تأهيله بسبب مشاكل صحية عطلت ظهوره مع نادي الشمال الفرنسي، فضلا على تعرضه بعدها لإصابات عضلية غيبته عن المنافسة لعدة مباريات وسط مشاركة غير منتظمة كبديل أحيانا، وهو ما تسبب في غيابه عن تربصه الخضر لشهر سبتمبر وأكتوبر ليكون لقاء براست أبو الظهر لنجم خط الوسط الجزائري أساسيا. نادي أوروبي كبير يطلب خدمات عطال بعد توقفه من نادي نيس الفرنسي. كشفت تقارير إعلامية عن توجه نادي أوروبي كبير لطلب خدمات الدولي الجزائري يوسف عطال بعد أن تم توقيفه من نادي نيس. فريق نيس بعدما دعم الآخر عطال القضية الفلسطينية في ستوري له عبر إنستغرام. منذ أيام طالبت إدارة النادي اعتذار لإسرائيل، وبالفعل خرج يوسف عطال وقدم اعتذاره لجماهير النادي الفرنسي، وكما يعلم الجميع فإن الدولة الفرنسية تدعم إسرائيل وتكره العرب بخصوص دولة فلسطين. كما وضع نادي أوروبي كبير اهتمامه للتعاقد مع مدافع الخضر يوسف عطال خلال ميركاتو الشتوي الماضي، وأبدى نادي بايرن ميونخ الألماني سابقا اهتمامه للتعاقد مع عطال الذي تتوفر فيه شروط لعب مع هذا النادي كبير. جدير بالذكر أن نادي بايرن معجب كثيرا بالأداء الذي يظهر به يوسف عطال في الدوري الفرنسي كل موسم، وبعد البيان الرسمي الأخير الذي أصدرته إدارة نيس عطال فإنه من المرشح أن يغادر النادي الفرنسي في الميركاتو القادم. فيما يخص تحركات الاتحادية الجزائرية كرة قدم لخطف مواهب جديدة، وذلك بأوامر من الكوتش بالماضي، من أب مغربي وأم جزائرية، الفاف تدخل في مفاوضات لإقناع مهاجم غانغور الفرنسي أمين المزاني لاعب المنتخب المغربي الأولمبي باللعب لصالح المنتخب الجزائري. المصدر لكيب فوت وجريدة الكاس في الفيسبوك. فهل يستطيع الفاف وكوتش بالماضي إقناع هذا الموهبة لاعب غانغور الفرنسي بتبديل الألوان الوطنية على غرار ما حدث مع إسماعيل بن ناصر؟ لا تنسوا لايك وتعليق.